ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور هيثم بدر، مدرس سكر وغدد الصماء في كلية الطب. إن شاء الله النهاردة هنشرح لطلبة الفرقة الخامسة في كلية الطب إزاي نعمل جنرال إكزامينيشن لعيان ثايرويد ديزيز. طبعا هنبدأ الأول ناخد إذن من البيشنت إن إحنا نعمل له إكزامينيشن. السلام عليكم، معلش هنعمل فحص للعين علشان لطلبة سمك. أول حاجة إحنا لازم نعرف الأيتيمز اللي هنتكلم عليها عموما. إحنا للثايرويد ديزيز علشان نعمل جنرال إكزامينيشن يكون وافي، لازم بنفحص العيان كله من أول الفيتال ساينز. لازم نعمل الفيتال ساينز، الفيتال كولرز عشان في ثايرويد دراجز بتأثر على تعمل جوندس أو كده، فلازم نعمل الفيتال كولرز. هنشوف اللور ليمب إديما، هنفحص الشيست والهارت بتاع البيشنت عشان نتأكد إن هما سليم. في حاجات عندنا مميزة بقى للثايرويد، يعني عندنا الاي في مانيفستيشنز معينه لازم نبص عليها، وفي الهاند برضو في حاجات معينه لازم نبص عليها. هنبدا بالاي اكزامينيشن، هنبص على الاكس اوف سالموس وهنشوف الساينز بتاعه الثايروتوكسيكوز. اول حاجه الاكس اوف سالموس انا هعمل له اكزامينيشن علشان اشوف هل هو عنده اكس اوف سالموس اصلا ولا لا، وهشوف هل هو ترو اكس اوف سالموس ولا لا. بعد اذنك هتبص بعرف هو عنده اكس اوف سالموس ولا لا، ان انا ببص في عينه واشوف السكليرا كلها باينه من فوق ولا لا. لو السكليرا باينه من فوق يبقى انا كده البيشنت عنده اكس اوف سالموس. لكن العيان الطبيعي بيبقى الابر سيرد متغطي بالايليد. تمام، علشان بقى اعرف لو انا لقيت العيان عنده اكس اوف سالموس هبدا ادخل على المرحله الثانيه ان انا اشوف عنده ترو اكس اوف سالموس ولا لا. هاجي من ورا العيان وارجع النك لورا واخلي الاي براو مع التشيك على خط واحد، يعني انا هنا يا دوبك شايف التشيك بتاع التيشيرت واشوف الاي هتظهر لي ولا لا. لو الاي ما ظهرتش في الخط ده يبقى العيان ما عندوش ترو اكس اوف سالموس. في طريقه ثانيه ممكن ان انا اجيب مسطره اللي هي الرولر تيست واحطها من الاي براو لحد التشنك واشوف هل هي هتوصل من غير ما تعمل تاتش للاي ولا لا. لو ما عملتش تاتش للاي يبقى انا كده ما عنديش ترو اكس اوف سالموس. في حاجه ثالثه اللي هي الاكس اوف سالموميتر، ده جهاز بنقيس بيه الاكس اوف سالموس ونشوفه موجود ولا لا، بس ده مش متوفر بالنسبه لنا. طيب ثاني حاجه الساينز بتاعت الاي، في حاجه مهمه قوي بالنسبه لنا اللي هي الليد لايت. ان انا بخلي العيان يبص على صباعي، بثبت راسه الاول واخليه يبص على صباعي فوق، يبص فوق وببدا انزل واشوفه هينزل معايا الاي بالاي ليد ولا لا. لو نزلوا مع بعض يبقى انا كده البيشنت طبيعي تمام، لكن لو الاي نزلت والاي الابر اي ليد نزل بعدها بشويه ده بنسميه الليد لاج، ده بيبقى موجود في الثايروتوكسيكوز. ده بالنسبه للاكزامينيشن بتاع الاي. يتفضل لنا الاكزامينيشن بتاع الهاند. مش هننسى البلس، ان احنا بنعمل البلس على الاقل تشوف الريت بتاعه وتشوفه هو تاكي كارديك ولا لا. تاني حاجه بنبص في الهاند عشان نشوف هل في سويتنج، في بالمر اريثيما، في التريمورز فاين تريمورز، ان انا بمد بخلي العيان يمد ايده قدامه يغمض عينه واشوف في فاين تريمورز ولا لا. مفيش فاين تريمورز يبقى انا كده ما عنديش مشكله. بس كده يبقى انا خلصت الاكزامينيشن بتاع الجنرال اكزامينيشن بتاع الثايرويد، والى اللقاء في الفيديوهات القادمه. شكرا.